يسعد صباحك رشا. يسعد صباحك نرمين. صباح الخير لك ولكل مشاهدي الإخبارية السورية. يوم جديد ونهار جديد، إن شاء الله يا رب يكون حامل معه كل الخير. آمين. والفرج وراحة البال والرزق كتير لكل الناس. بداية أسبوع دائما نشحن فيها هيك بطاقة إيجابية، منرتب أولوياتنا خلال الأسبوع. بتعمل هاي الحركة كتير بينصحوا فيها إنه شو أنا عندي قصص خلال الأسبوع لازم أسويها. هلا دائما نحن بنكون كثير احيانا متوقع شيء ولكن بصير شيء ثاني، فانا هيك بترك القصه على التوكل على النوايا. دائما نحن نوايانا هي اساس حياتنا بكل شيء. يعني بدي صبح عليك نرمين وصبح على كل الكادر الفني اللي مرافقنا بصباحنا لليوم. صباح الخير لكم مشاهدينا وين ما كنتم مرافقيننا، يا رب هذا النهار يحمل لكم كل الاشياء يلي بتحبوها. وقبل ما نروح لاول فقراتنا خلونا نشوف اليوم اصدقائنا السوريين صبحوا علينا من المحافظات السورية. يسعد صباحكم وصباح الخير، وإن شاء الله كل صباحاتنا الأيام الجاية تكون كلها خير. صباح الخير سوريا، سوريا الوطن. صباح الخير، صباح الخير سوريا. صباح الخير، صباح الخير لكم، صباح الخير سوريا. صباح الخير، صباح الخير لسوريا وطن العزة والكرامة والإباء. صباح الأمل لكل الشرفاء. إن شاء الله بداية يوم جديد، بداية أمل جديد تحمل في طياتها كل الأمل الخيرة والسعيدة للشعب السوري. يسعد صباحكم، صباحكم سعيد، إن شاء الله كل أيامكم فرح وسعادة. صباحك يا جيشنا العربي السوري، صباح الأمل، صباح الأمل والعمل. صباح الخير، صباح الأمل والسعادة، صباح الانتصار لجيشنا العربي السوري، صباح الخير والمودة والاحترام للشعب السوري الصامد. صباح الخير، صباح الإخبارية السورية، حبينا نصبح عليكم من مدينة الفكر سلمية. صباح الخير لكل سوري موجود معانا. صباح سوريا، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الإشراق، صباح الوطن. صباح الخير، صباح الأمل، صباح سوريا الحلو الأجمل من هيك ما في من سلمية. تحية لكل سوريا من سلمية العزيزة. صباح الخير، صباح الأمل، صباح سوريا. صباح الخير لقائد الوطن ولبلدي سوريا وللناس الطيبة والخيرة. صباح الخير لكل مواطن عربي سوري. صباح الخير وإن شاء الله سوريا تضل بألف خير ويعم الخير على كل الشعب السوري بكافة أطيافه. أكيد رشا وصلنا لمساحة جديدة من مساحات صباحنا. غير يعني ما في أحلى من شعور الواحد أنه يستقبل طفل جديد بالعيلة. منشوف التحضيرات كيف تكون قبل. أكيد تحضيرات إن كان بمثل ما بنقول تياب البيبي، الديار اللي حنستقبلوا فيها الحرامات، وأكيد الباكجيت الهدايا، هدول السوفونير الصغيرة. صحيح، هو أكتر شيء الأم بتبلش بتعمل هيك مثل ما بيقولوا أسئلة واستفسارات على الأمهات اللي أنجبوا عن أنواع الولادة. بنعرف الولادة الطبيعية أو القيصرية، عم نشوف رائج هلأ السيدات عم يرغبوا بالولادة القيصرية أكتر. صحيح، بدنا نشوف إذا هذا الشيء طبيا ينصح فيه ولا شو الصحة وشو الإجراءات الطبيعية. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع وبيسعدنا نرحب بالدكتور زياد بدري الشيخ اختصاصي بالتوليد وأمراض النساء وجراحتها والجراحة التنظيرية. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا. يسعد صباحك حكيم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. دائما صرنا نشوف بالآونة الأخيرة أنه صبايا صارت تروح للولادة القيصرية مع أنه صار في منع عالمي لإلا إذا كان في ضرورة قصوى لهي القصة. بداية خلينا نعرف شو هي الولادة القيصرية اليوم؟ ليش الصبايا عم بيروحوا فورا لهذا القرار؟ الولادة القيصرية هي أحد أنواع الولادة الغير طبيعية، يتم فيها استخراج جنين عبر شق على البطن وشق على الرحم واستخراج الجنين ضمن استطباب معين. وهي تختلف عن الولادة الطبيعية إلى استطبابات خاصة بالقيصرية من الضروري أنه نتمسك بها ونتعرف عليها. أنواع حكيم؟ القيصرية نوعين، يعني هي قيصرية سفلية وقيصرية علوية، يعني على القطعة السفلية وعلى القطعة العلوية للرحم. دكتور كيف بيتم الاختيار نوع القيصرية حسب حالة الأم والجنين بتكون؟ طبعا القيصرية في استطبابات، يعني استطبابات القيصرية بدها تكون يعني أكيدة. في عندنا استطبابات مطلقة أي استطبابات أكيدة، وفي استطبابات نسبية، يعني ممكن تجرى القيصرية وممكن لا، يعني حسب
حسب تطور الحالة يعني. طيب شو الاستطبابات دكتور؟ هذا اللي بنسألك يا. الاستطبابات المطلقة مثلا عندنا ضيق حوض شديد عند المرأة ما بالإمكان أنه تولد ولادة طبيعية وبالتالي إحنا نلجأ للقيصرية. في أمراض معينة، أمراض مثل ارتفاع الضغط، انبثاق الأغشية، الالتهابات، أيضا التهاب الرحم، هاي استطبابات ممكن تجرى بشكل استطباب مطلق لإجراء القيصرية، بالإضافة إلى وضعيات الجنين مثل الأجنة اللي يكون بشكل معترض أو الجنين حتى بشكل مقعدي، بس الاستطباب المقعدي هو ممكن في الولادة الطبيعية وممكن في القيصرية، يعني هذا نعتبره استطباب نسبي يعني. الاستطبابات الأخرى الحمل المتعدد، يكون عندنا حمل متعدد، توأم، حمل ثلاثي، حمل رباعي، هاي استطباب مطلق لإجراء قيصرية. نعم. طيب حكيم، عم نحكي عن عملية ودخول غرفة عمليات، زرجانا هيك بالزمن لورا، يعني أمهاتنا القديمين وجداتنا القديمين كانوا يقولوا لك كنا نلد على البيدر مثلا، يعني كان الجسم، وشو اللي اليوم اختلف لحتى اليوم البنية الجسدية ما أنا عم تتحمل الولادات الطبيعية وفورا الصبية عم تروح للولادة القيصرية؟ طب هي الولادة الطبيعية هي حدث فيزيولوجي طبيعي يعني ممكن بتصير، لكن إلها عوائق. سابقا جداتنا أو قديما ما كان في قيصرية، بس كان في وفيات أمهات أثناء الولادة. القيصرية تجنبت هذا الشيء بشكل كبير، يعني لما يكون الاستطباب مطلق نرجأ للقيصرية بشكل بحيث نحافظ على صحة الأم أو على حياة الأم وحياة الجنين. والولادة الطبيعية إلها استطباباتها وإلها بقصد بنية الجسم أنه قدي اختلفت يعني من الماضي لليوم. يمكن الغذاء كان له دوره بهديك الفترة، طبعاً كان الغذاء في قوة، كان له دوره، الرياضة له دوره، يعني الأمهات القديمات كانوا بيمشوا يتحركوا بيشتغلوا، النمط الغذائي اختلف ما بين الحاضر والماضي، البنية الجسمية اختلفت تماما، وبالتالي هذا يجعل نقول جداتنا أو أمهاتنا هم أقوى بنيويا من الوقت الحالي. دكتور، بعيدا عن الاستطبابات اللي ذكرتها حضرتك ونحن بنلجأ فيها للعملية القيصرية، ولكن مثل ما ذكرنا بالبداية كثير من الأمهات اليوم بفضلوا يروحوا على خيار القيصرية، بتقلك ماني مضطر أنا أتعب بخلال العملية، بتحب هيك تطلع أصلا هيك منشوف السيدة ما بتحب تفوت شعور الطلق الطبيعي تمام. والآلام يعني بترافق، وحتى الرائج هلأ قصة موضوع التصوير، فبتطلع هي بشعرها مزبط حتى رموش والميكاب. خلينا نحكي طبيا بعيدا عن هاي المظاهر، طبيا مثل ما ذكرنا بالغرب لهلأ بينصحوا بموضوع الولادة الطبيعية، شو السبب؟ يعني هي على الجسم الولادة الطبيعية للمرأة هي أكثر صحة من الولادة القيصرية؟ طبعا الولادة الطبيعية أكثر صحة من القيصرية، لأنه القيصرية هي عمل جراحي، وبالتالي يعني كل مخاطر العمل الجراحي تكمن بهذا الإجراء، من مخاطر التخدير، من مخاطر اللي تلي العمل الجراحي، من المخاطر أثناء العمل الجراحي، من نزف، من اختلاط معين، من نزوف شديدة تتم أثناء العملية القيصرية، وبالتالي الولادة الطبيعية تتجنب كل هاي الأمور، كل هاي الأمور تتجنبها تماما. بعد الولادة دخلت غرفة العمليات، في شيء مخاوف أو ممكن مفاجآت ممكن أنه يتعرض لها الطاقم الطبي داخل غرفة العمليات؟ أكيد في مخاطر معينة، كل عمل جراحي له مخاطر وله اختلاطات، حتى في القيصرية. أثناء شق الرحم ممكن يصير في عندنا اختلاط، نزف شديد، نضطر أحيانا نقل دم، نضطر إجراء قطب أو غرز طبية في مناطق متعددة، وبالتالي الاختلاط وارد يعني، ولكن يمكن نسبته كتير بسيطة. نسبته بسيطة، أيوة نسبته بسيطة، ويشمل عدد قليل من القيصريات، خاصة تزداد المخاطر كل ما زادت القيصريات، يعني في عندنا مثلا قيصرية مرة أولى، مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة، كل ما زادت القيصريات كل ما زاد اختلاط العمل الجراحي أكثر. طيب دكتور، خلينا نحكي عن الإجراءات الطبية والنصائح الطبية اللي بتكون بعد الولادة، سواء الولادة الطبيعية، ونعمل مقارنة معها بالولادة القيصرية، ما بين الطبيعي والقيصرية. والقيصرية الولادة الطبيعية هي ولادة مثل ما حكيت، هي ولادة فيزيولوجية، وبالتالي العودة للحياة الطبيعية تكون أسرع من الولادة القيصرية، من ناحية المشي، من ناحية الأكل، من ناحية النظام الغذائي، من ناحية الإرضاع.
أما الولادة القيصرية تحتاج من المرأة شوي يعني بعض الترتيبات المعينة، مثلا بالبداية ما يسمح لها الجراح أو الطبيب أنه تشرب وتأكل مباشرة، يعني بده لحد ما ترجع الأمور طبيعية من ناحية حركة الأمعاء، تشرب سوائل بالبداية بعدين ترجع على التغذية بشكل نوعا ما تدريجي، يعني تبتعد عن المنبهات، تبتعد عن الأكل الدسم، تبتعد عن الأكل الحار. وبالتالي هذا الموضوع يعني يختلف ما بين الولادة الطبيعية والولادة القيصرية. حتى بالعودة مثلا أنه تمارس رياضة أو تتحرك أو تمشي أو تركب سيارة أو تسوق سيارة، الولادة الطبيعية كل الأمور هاي تكون فيها أسرع من بيقولوا بالولادة الطبيعية بعد يومين ثلاثة هي بتقدر تمارس حياتها بشكل طبيعي، بينما القيصرية يمكن بدها لحد الأربعين يوم، بدها بحد الأربع أسابيع إلى ست أسابيع. تمام، ولكن ست أسابيع، ولكن هذا الشكل الظاهري للجسد، ولكن بيقولوا أنه الرحم علميا بده أشهر ليرجع للوضع الطبيعي ويرجع يتفاعل مع الجسم بحركته الأولى. أدي المدة دكتور أنه لحتى يرجع الرحم بلا وظيفته الأساسية ولا شكله الأساسي داخل الجسم؟ هلا يرجع الرحم بشكل طبيعي سواء بالولادة الطبيعية أو بالولادة القيصرية ست أسابيع يرجع الرحم بشكل طبيعي، لكن نحكي نحن على موضوع عودة الرحم وعودته لاستقبال مولود جديد مثلا، بالولادة الطبيعية أسرع بتكون، أما بالقيصرية بده يكون فاصل ما بين القيصرية والقيصرية على الأقل سنتين أو ثلاث سنوات، يعني لأنه في جرح على الرحم، في ندبة جراحية على الرحم، نحن نخاف أنه هاي الندبة الجراحية بتكون ضعيفة نوعا ما وبالتالي ممكن تفتح، يعني يفتح الجرح مرة ثانية. طيب دكتور، بس في معلومة شائعة أنه إذا السيدة صار عندها حمل على مدار 3 مثلا سنوات أو بخمس سنوات هي حملت أكثر من مرة، الدكتور ما بينصح بالقيصرية تكون هاي العمليات لأنه هم بيصير في خطر على حياة السيدة أو على جسد السيدة، هاي المعلومة صحيحة أنه كأطباء أنتوا إذا أجتكم سيدة صار عندها حمل متكرر بفترات كتير قريبة أنه أنتوا في الدكاترة بيقولوا لا أنا ما رح أسوي لك قيصرية إذا كان جسمها بيسمح أنه هي تلد طبيعي؟ يعني بفهم من سؤالك أنه تقارب القيصرية صحيح، يعني عملت قيصرية بعد سنة فيها تعمل قيصرية أو ثانية أو بعد سنتين، يعني في ناس بيحبلوا مرتين أو 3 مرات ورا بعض، في أطباء بيقولوا أنه يعني ما فينا نحن نسوي القيصرية. لا، القيصرية ممكن تجرم بأي وقت يعني، بس تكون الرحم مهيئ تماما كما حكيت بعد 6 أسابيع الأمور ترجع طبيعية، فيها تحمل بعد سنة، لكن مخاطر القيصرية الثانية تزداد لأنه الندبة ما كانت قوية مثل لما تكون بعد سنتين أو بعد 3 سنوات، وبالتالي الموضوع هذا يعني ننصح نحن كأطباء أنه يكون في ما بين القيصرية الأولى والقيصرية الثانية على الأقل من سنتين إلى 3 سنوات، يعني المعلومة لا يرجع الجسم لوضعه الطبيعي، ترجع الأجهزة لوضعها الطبيعي، حتى هي يرجع جسمها من ناحية الكالسيوم، المغنيسيوم، الشوارد، الحديد، كله ترجع لوضعها الطبيعي، يعني بحيث أنه تكون مهيئة جسديا ونفسيا لاستقبال مولود جديد ثاني يعني بعد القيصرية. تمام. طيب دكتور، دائما الطبيب بيلجأ لنفس الشق الأول للعملية أو ممكن أنه يلجأ لإحداث جرح ثاني يعني؟ احداث الجرح الثاني في القيصرية الثانية يعني دائما برجع لشق نفس الشق الاول بالعمليات الاولى، نفس مكان الشق الاول. طيب اذا كان في التصاقات داخله، كان وضعه سيء يعني ما بيسمح، وخصوصا اذا كان في تعدد بالولادات القيصرية يمكن ما بقى يتحمل. حضرتك يمكن من اغرب العمليات، كم في حدا من الصبايا عندك على ما سمعنا انه 9 عمليات قيصرية؟ 9 عمليات قيصرية. طيب حكيم اليوم بنفس الجرح كانت الولادات، الجرح الخارجي نفس الجرح الخارجي، يعني الجرح الخارجي في كل مرة نحن ندخل من نفس المكان، ممكن هلأ بعد انتشار عمليات التجميل البطن وتقنيات التجميل ومهارتها صار بإمكاننا حتى نزيل الندبة السابقة ونشتغل ندبة جديدة بحيث تبان كأنه الأول مرة عاملة قيصرية. بس صار في حالات جرحين، يعني أنا حدا شايف بالواقع شايف هيك يعني جرحين، اليوم هي مهارة الطبيب أو بجوز الحالة الجسدية ما ساعدت الطبيب أنه يعمل العملية من نفس الجرح؟ هلا جرحين للقيصرية بيكون مثلا واحد منهم مكانه مانو صحيح وبالتالي اضطر الجراح الثاني يعمل الجرح في مكانه الصحيح، اما هي اجمالا جرح واحد على الظاهر على الوجه الخارجي للبطن.
أما موضوع الالتصاقات فهذا يتبع البنية الجسمية للمريضة، ممكن المريضة تكون بنيتها الجسمية غير مؤهبة لحدوث التصاقات أو حدوث التصاقات، فممكن تعمل عملية أو عمليتين ونشوف التصاقات أو حتى 3 عمليات وتكون الالتصاقات شديدة. وفي نساء البنية الجسمية تبعها، طبيعة جسمها، نوعية العمل الجراحي، تقنية العمل الجراحي، مهارة الجراح بتخليها تستمر ممكن تعمل 4 و5 و6 و8 و9 رغم انه يعني عالميا 4 مسموح. نحن يعني بالتسعة وبالثمانية يعني مفروض انه مثل ما قلت حضرتك عالميا انه 4 ولادات قيصرية. 4 ولادات صح، لكن هاي تعتمد على ثقافة المجتمع اللي صحيح. منه السيدة موجودة يعني. وكمان يمكن طبيعة جسدها والتئام الجرح بالضبط. كمان بالضبط. يلي بيسوي مثلا أول مرة عملية أو ثاني مرة عملية يعني بيشوف طبيعة جسمه الدكتور، خصوصا إذا راقب له القصة المرضية تبعه، إذا ما عنده مشكلة يمكن تكرار هون ما بيسبب مشكلة. تكرار ما بيسبب، ما عندنا ما صار عندنا هلا تكرار كثير، يعني سابقا كان ممكن يكون في تكرارات كثير. يمكن الوضع الاقتصادي اليوم أمام ثقافة ال عمليتين ثلاثة مو أكثر يعني 4 كثرت. طيب صارت مكلفة كثير يعني اليوم كمان احنا بدنا نحكي واقع يعني أجار المشافي. تربية الطفل يعني صحيح. صارت ما عادت مثل أيام زمان يعني، تربية الطفل أيام زمان تختلف عن هلأ حضانة هلأ مدارس هلأ كذا، صار الموضوع مكلف يعني وبالتالي يحتاج تباعد حتى ما بين الأطفال. تعميم يعني. ثقافي دكتور اليوم كثير ضروري هاي القصة. بالضبط. دكتور خلينا نحكي عن موضوع التخدير، كمان كثير من السيدات ما بيفضلوا يلجأوا للقيصرية مشان موضوع التخدير، هو غالبا التخدير بيكون هو تخدير قطني صحيح بموضوع القيصرية، ممكن يكون تخدير عام تلجأ. قيصرية نوعين من التخدير، في التخدير القطني وفي التخدير العام. أيمت نلجأ للتخدير العام؟ هلا التخدير القطني والتخدير نلجأ للتخدير العام بالحالات الإسعافية السريعة. التخدير القطني بده إجراءات معينة يعني نقوم بها، تقعد السيدة بوضعية معينة لندخل الإبرة يعني الإبديورال. وأما التخدير العام هو إجراء سريع مباشرة لما تكون عندنا الحالة إسعافية، حالة ناسفة، جنين متألم، جنين بحاجة أنه ننقذه مباشرة، فهنا الاستطباب هو التخدير العام مباشرة. التخدير القطني يعني فرق ما بين التخدير القطني والتخدير العام، التخدير القطني أقل ألم للسيدة بعد ما تنتهي العملية يعني بتضل 4 ساعات هي مخدرة، وبالتالي موضوع الألم بيزول خلال هاي الساعات لحد ما تفرز الأندروفينات الجسمية أصلا من داخل الجسم تساعد على تسكين الألم. أما التخدير العام ما فينا نخرج المريضة من غرفة العمليات إذا ما تكون هي صاحية 100% وبالتالي هي راح تشعر بالألم. حتى حكيم بيقولوا أنه التخدير العام بده فترة منيحة لأنه يطلع من كل الجسم ويرجع الجسم لوضعه الطبيعي، ولكن اليوم أنت عم كمان عندك صبية بدك تراهن على قوة أعصابها، هي قادرة اليوم أنه تخضع للتخدير القطني؟ كتير شفنا صبايا أنه هنن خلينا نقول انه ما عندهم قوه هاي القلب بالتخدير وممكن القرار. بلحظه الجراح يعني ينتقل فورا للتخدير العام يعني بسبب الحاله النفسيه، يمكن مرقت هاي القصص تمرق هاي القصص، بس يعني يفترض انه احنا نتلافاها بشكل دائم انه نحضر السيده قبل العمل الجراحي يعني نعطيها خيار التخدير العام وخيار التخدير القطني، نوضح لها احنا شو رح نعمل بغرفة العمليات او ايش الاجراءات اللي رح تكون بغرفة العمليات، وبالتالي يقع عليها الخيار اذا كانت هي اختارت التخدير القطني او اختارت التخدير العام، وما فينا نجبر مريضة على نوع من التخدير الا اذا كان الامر مستطب. تم منع اليوم التخدير العام بالمشافي وخاصة بالقيصرية او لا؟ كم؟ منع يعني انه اليوم في من الادارة المشافي انه لا روحوا للتخدير القطني؟ التخدير القطني كمنع يعني اجراء منعي. التخدير القطني ينصح به لانه هو اقل ضررا على اجهزه الجسم، جهاز التنفس، الجهاز العصبي، اجهزه الجسم شامله، وبالتالي التخدير القطني هو اسلم نوعا ما من التخدير العام، لذلك في توصيات انه اذا الاستطبابين ممكنه ما بين التخدير القطني والتخدير العام اللجوء للتخدير القطني، يفضل انه نلجا للتخدير القطني. طيب دكتور كمان حتى فتره الاستشفاء تكون اقل يعني بعد العمل الجراحي، الاستشفاء صحيح. بالتخدير العام لتصحى المريضه لتمشي المريضة بدنا من 12 ل 72 ساعة، أما التخدير القطني الزمن أقل بعد العمل الجراحي فيها تأكل فورا تشرب فورا هدول أيوة الأساس. بالضبط أيوة تشرب فورا بتشوف طفلة فورا بتنبسط يعني برؤيته وتكون هي يعني أغلب العمليات اللي نجريها تفرح الأم لأنه هي أول واحد شاف طفلة، مو انه هي مخدره وطلعوا كلهم شافوا طفله بس هي اخر واحد لما صحيت لتشوف الطفل. تمام دكتور خلينا نسال حضرتك كمان عن ابره التحريض، بنسمع بعض السيدات
يعني الطبيب بيختار لهم انه ياخذوا ابره التحريض ايمت بتكون بالولاده الطبيعيه بالولاده القيصريه وشو السبب؟ هاي تجربه المخاض يعني نحن بنسميها علميا تجربه المخاض انه ننطي محرض الاكسيتوسين طبعا له استطبابات معينه وله ظروف معينه للاعطاء لما تكون مثلا الرحم واهن نوعا ما من موضوع التقلصات ايش اللي يدفع الجنين ويخليه يولد ولاده طبيعيه هي التقلصات الرحميه المتقاربه اللي لها شده كافيه متى ما يشعر الجراح او الطبيب انه هاي التقلصات غير كافيه فيضيف الاكسيتوسين الى سيروم يعني ويعطيه بمقدار معين ضمن جرعات مدققة بشكل جيد وبالتالي تساعد على زيادة تقلصات الرحم لتقلل زمن المخاض الطبيعي المخاض الطبيعي من 7 ل 12 ساعة يعني تظل تتمخض مشان هيك يمكن السيدات بيخافوا منه مدة زمنية طويلة له مخاطر آخر شيء إبرة التحريض إبرة التحريض إلى مخاطر إذا ما أعطيت باستطباباتها إذا أعطيت عضلي مثلا إبرة كاملة ما عاد فيك تسحبها من جسم المريضة يعني وبالتالي هي تهيج الرحم تعمل تكزز بالرحم وممكن حتى تعمل تمزق رحم قد كنا نشوف حالات ضمن المشافي قبل بيومين من ولادتهم انه عندهم مغص ولكن ما في طلق حقيقي فبيروحوا لابر التحريض وصرنا يعني شفنا حالات يعني عانت من الالم ما يكفي لتروح اليوم لموضوع القيصريه فكتير اليوم مهم هذا الموضوع يعني انه ابره التحضير يكون في اشراف طبي يعني ما يكون انه بشكل عشوائي بالضبط تماما يعني مثلا هي 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 موضوع التتالي عمليات أو مراحل المخاض إلها تتالي معين وإلها زمن معين وإلها قياسات معينة يفترض أنه الطبيب يكون على دراية كافية بها متى ما شعر الطبيب أنه الأمور ما عم تتطور بشكل صحيح تمام. يلجأ للقيصرية ويجنب المريضة هذا الألم ويجنب المريضة هاي المعاناة سواء من ناحية الألم وحتى من الناحية نعم. النفسية أكيد يعني. حكيم نشكر حضورك لليوم ونتمنى الصحة والسلامة لكل السيدات شكرا لك بس أنا بدي أعقب تعقيب ولو سريع يعني على موضوع بشكل سريع على موضوع العمليات يعني بالوقت الحالي صفى عندنا استطبابات احنا نسميها استطبابات اجتماعيه مثلا مريضه تختار القيصريه لان بدها ابنها يولد 2/2/2022 صحيح كثير شوفها موجوده صارت هاي هاي انا بدي ابني يطلع برج الحمل وعملت له برج الحمل شكرا كثير لوجودك معنا شكرا دكتور حكيم الله يسلمك شكرا لك نحن مكملين بصباحنا لليوم وقبل ما نروح للفقره الثانيه خلونا نروح لغرفه الاخبار لنشوف اخر الاخبار السياسيه والمحليه والدوليه مع زميلنا علي معلا يسعد صباحك يا علي صباح الخير يا رشا ولنرمين ولضيفكم الكريم مشاهدينا موجز للانباء بعد الفاصل صباح الخير بحث وزير الخارجية والمغتربين دكتور فيصل المقداد مع رئيس مجلس الشعب في جمهورية أبخازيا لاشا الشوبة العلاقات الثنائية وتطوير التعاون البرلماني بين سوريا وأبخازيا وأشار الوزير المقداد إلى أن العلاقات التي تربط شعبي البلدين هي علاقات متجذرة في التاريخ ومبنية على أسس متينة من المبادئ الرافضة لسياسات الهيمنة والاستعمار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول والمساس بسيادتها بدوره أكد أشوبة على وقوف الشعب الأبخازي إلى جانب الشعب السوري وقيادته معربا عن ثقته بأن سوريا ستتمكن من إعادة الاستقرار والقضاء على الإرهاب كما بحث الوزير المقداد مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الأبخازي بيسلان دوجوبا أفاق تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وأشار دكتور المقداد إلى أن قرار الاعتراف باستقلال أبخازيا من قبل سوريا وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين يمثل تأكيدا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين والمبنية على أسس متينة من المبادئ المشتركة وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير مصيرها ورفض أي تدخل خارجي ومقاومة سياسات الهيمنة والاستعمار أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال قمعها مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية
وكالة وفا الفلسطينية أفادت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة. هذا الأمر أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص وبحالات اختناق. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب المدينة واعتدت على الفلسطينيين فيها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن محطة الطاقة النووية في زاباروجيا تعرضت خلال الساعات 24 الماضية مرتين لقصف مدفعي من العيار الثقيل من قبل القوات الأوكرانية. وبينت الوزارة أنه نتيجة لذلك انفجرت 4 قذائف في منطقة محطة الأكسجين والنيتروجين وواحدة أخرى في منطقة المبنى الخاص رقم 1، مبينة بأن القوات الروسية حددت الموقع الأوكراني الذي جرى من خلاله القصف وتم استهدافه وتدمير مدفع هاوتزر أمريكي الصنع. نهاية الموجز، عودة الآن إلى رشا ونيرمين لمتابعة برنامج صباح نغير. شكرا يا علي، وبقية نهار حلو لك. أما نحن مكملين بباقي فقراتنا لليوم وفقرتنا الجديدة. كتير منشوف أحيانا أشخاص بتكون شغلته العلمية والعملية بعيدا تماما عن المواهب وعن القدرات عنده، يعني ممكن نشوف اليوم ناس بعيدين بالمجالين تماما. صحيح رشا، وبصباحنا غير نحن استقبلنا كتير من الأشخاص اللي مهنتهم شيء وعندهم موهبة مختلفة تماما، وضيفنا لليوم متميز. يعني اليوم طبق المثل على ضيفنا لليوم، شو لم الشامي على المغربي. ضيفنا لليوم هو طبيب الأسنان الدكتور أحمد الحسن، وهو كوتش وبطل في كمال الأجسام. يسعد صباحك حكيم. صباح خير. نقول لك دكتور أو نقول لك كوتش؟ اجمعيهم، ما ضحك. يسعد صباحك، شرفنا دكتور. يا هلا، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. دائما أكيد بيسألوك هذا السؤال، طب الأسنان والرياضة كيف قدرت تجمعهم مع بعض؟ والله هي بانة سهلة، يعني فيها صعوبة كثير، وخاصة مجال طب الأسنان بيحتاج شوي يعني هدوء بالعمل وفي شيء تقني يعني، ولعبة الحديد تتطلب قوة وصرامة بس يعني حاولت قدر الإمكان، لأن في عندي شغف موضوع رياضة، حاولت أجمع بين هالشغلتين وكان في صعوبة يعني، فالحمد لله يعني مشيت. هي الصعوبة وين بالضبط؟ خلينا. صعوبة أولا كرياضة عادية إذا بدك تمارسيها ما أنا مشكلة، عرفت كيف؟ ما بتأثر كثير على مهنتك كطبيب أسنان وكعملك، بس لما بنفوت موضوع الاحتراف نوعا ما تجهيز بطولات هذا الشيء كثير بيأثر بالوقت وبالموضوع الأكل، موضوع الدايت، موضوع النفسية كلها بتأثر على عملك، فهذا شوي أثر بعد فترة يعني من التحضيرات لبطولات أثر على موضوع العمل نوعا ما، بس بالرغم من هيك حاولت جاهدا يعني يضل يعني عمل توازن بين المهنة والرياضة، وكملت لفترة معينة، بس بعدين خلص يعني صار الوضع الحجم صار عن بعد المرضى عن تماما يعني هذا الشيء بيعمل فوبيا احيانا عند المريض. يعني دكتور احيانا بتضطر تلجأ اليوم للعضلات اذا المريض اليوم ما تقيد بالتعليمات؟ ما في ما يتقيد بدون يعني ما نحكي. حتى نحن بشكل عام يعني في نظرة للاعب الحديد انه بيعمل مشاكل شو كذا، صدقاً يعني أحياناً منظر الشخص بنفده أو ببعده عن كتير مشاكل ممكن تصير معه بالحياة أو مشاكل يعني مع أشخاص، بس بدنا هذا المنظر يكون حقيقي حكيم، ما يكون عبارة عن هرمون وهدول القصص، يعني صرنا نشوف القصة وصلت للأوفرة بشكل كتير كبير. تماماً. هلأ ليك للأمانة الأجسام الطبيعية بالبلد اللي ممكن توصل لمرحلة الوقوف على المسرح كتير صعبة. صحيح، عرفت كيف؟ خاصة إذا بدك تشاركي ببطولات دولية وحتى بطولات داخلية، الأجسام الطبيعية اللي جيناتها كتير قوية قلائل جدا وممكن توصل لمرحلة معينة ما عاد فيها تتطور. نحن موضوع الهرمون هي لعبتنا، لك أنا بحكيها بصراحة والعالم كلها بتقول لي ليش بتحكي على التلفزيون هيك، هي لعبة النشطة بالنهاية، لذلك غير مصنفة بالألعاب الأولمبية. طبعا مو كل مين أخذ هرمون وصل أو صار جسمه، الأساس هو جينات وراثية اللي بتساعد على تطور الجسم سنة بعد سنة. يكون في أساسيات. لكن الجينات الوراثية هي المورثات، هي اللي بتخليك تتطور، لأنه بتشوفي ناس تأكل كذا بتوقف على حد معين ما عاد تتطور. نحن الحمد لله يعني أنا يعني هلا ابني مثلا صح صف تاسع بس بتشوفي جسمه بتقولي هذا
ممارس للرياضه له سنين على سبيل المثال. ايمتى تشتغل معه؟ أه؟ اكيد عم تشتغل معه أكيد بموضوع الرياضه، من اي ما تبلشت؟ انا؟ ايه بلشت مع ابنك انت؟ لا له خمس شهور فقط. اه فقط؟ ايه ايه هو صف يعني عمره 15 سنه. بس غريب ناوي مو من عمر بكير يعني بلشت معه. هلا البنيه بتختلف احيانا من شخص لشخص، هو بنيته منيحه الحمد لله، عرفت كيف كطول وكجسم، فما لنا مشكله، الرياضه دائما حتى باعمار مبكره، بس بنتفادى بعض الامور احيانا نتيجه انه لسه العظم مثلا شوي طريق او شيء، في حركات معينه ما بنعملها بنقص عليه، بس هيك يعني. موضوع الهرمون مثل ما حكينا صار في اوفر بعض الناس اللي عم ياخذوا وعم يلجأوا للشيء الزيتي او الحقن الموضعي السيليكون بنسميه نحن، فهذا كثير عم يسيء للعبه وعم يسيء للاشخاص ولصحه الاشخاص، لانه هي الدور الموضعي عم يؤدي لاحيانا تليفات كبيره بتؤدي لسرطانات. فهي اللي عم تعطي احيانا المنظر المزعج للاعب كمال اجسام. كنا عم نشوف عدة لقطات لحضرتك من ان كان من تدريب وان كان من بطولاتك، اول شيء بنقول لك الف مبروك. الله يبارك فيك. كان لك مشاركه بمسابقه سيد الكون، يعني هو الاسم لحاله ملفت بين قوسين يعني. صح، هي البطوله كانت بلبنان. احكي عنها اكثر. تماما، هي كل سنه بتصير بطولات احيانا دول مختلفة، بس يعني نحن ارتقينا هاي البطولة نشارك فيها، كان اسمها دايموند كاب السنة الماضية، السنة سموها الاتحاد سيد الكون او مستر يونيفيرس. هلا ما بيهم التسمية، بيهم المشاركة يعني بالنهاية. صحيح. كان في 11 دولة من ايران، من العراق، طبعا اكبر عدد كان العراق مشارك، ونحن السوريين، بعدين في ايران، من مصر، من لبنان، من الاردن، من دولة اجنبية ما عاد اتذكر شو اسمها. ايه كانت منافسة كثير قوية، والحمد لله يعني انا بعد انقطاع 4 سنين عن التحضير، وبعد اصابه قويه بصدري يعني من سنه ونص، كانت يعني تقريبا وقفتني عن الرياضه، كانت رح توقفني عن الرياضه، بس الحمد لله تجاوزتها. رددت حصل فضيتين، لانه شاركت فئتين، فئه الماسترز فوق 40 سنه، عمري 44 سنه العمر كله العمر كله، وفئه الرجال اخذت فضيه بالرجال وفضيه كنا نسعى للذهب يعني، وكنا قريبين جدا منها، بس ان شاء الله ان شاء الله طالما في هذا الطموح وهذا الاصرار اليوم انك توصل للذهبي حنوصل اكيد ان شاء الله الحمد لله. بالنسبه لموضوع بدي احكي فيه كثير، تفضل تفضل. انا بس بدي اسالك قبل ما ننتقل لموضوع جديد، هو موضوع المنشطات اليوم اللي ذكرتها حضرتك، حتى لو اخذنا منشطات ايضا لنوصل لكتله عضليه وجسم متناسق، اكيد مو بس منشطات، في شغل عم بيكون. خلينا نحكي عن نظام حياتك وروتين حياتك اليوم بعد هاي السنوات لتقدر تحافظ على هاي البنيه العضليه. هلا في شيء اثناء تحضير البطولات وفي شيء خارج تحضير البطولات. في شيء فري دكتور لتلي. في شيء فري لتلي. اكيد اكيد طبعا، لانه الجسم ما بينبنى صح اذا ما كان في فتره اوف سيزون تدخلي له الاكل اللي بيحتاجه الجسم، الدسم والحلول كلياتها مشان تطور الجسم. فتره التحضير دائما تمتد حسب البطوله يعني من 5 شهور لست شهور. تمام. فتره تحضير البطوله. واحيانا اكثر بتكون حسب اهميه البطوله، حسب جسم الانسان كيف جاهزيته لما بده يجهز. طبعا فيها كثير نظام، اوقات معينه للوجبات، للفئه بكير، للتمرين، يعني في نظام كثير صارم بدنا نمشي عليه، خاصه موضوع الاكل، يعني احيانا بنوصل ل7 وجبات في اليوم. فتخيلي يعني انا عندي غرام بموضوع انا تحضير الوجبات. وجبات الاكل ايه طبعا المدام بتساعدني بالبيت وهي القصص بس يعني اكيد بنوجه لها تحيه، اكيد هي الداعم الاساسي كان بهالموضوع. بس انا عندي هي الغرام بشغل، فهذا بياخذ وقت، بيستهلك وقت اكيد، يعني دائما هذا الشيء بيخليك عم نحكي عن 7 وجبات يعني. ايه يعني احيانا بنوصل ل7 وجبات، يعني اذا بدي فيها من 7 الصبح و11 بالليل او 12 بالليل واقف وجباتي فيها 7 وجبات. صحيح الوجبات هيك بتكون 15 بيضه كثير عدد كبير مثلا من الصفحات، يمكن هذا يعني الحكي المبالغ فيه ولا لا؟ يمكن بموضوع التنشيف ممكن تاخذ هدول كل مرحله الى كميات معينه، عرفت كيف؟ دائما نحن موضوع الاوفر بالاكل يعني هي بتتبع حسب كل شخص، يعني مثلا انا فرضا شخص ما بتقبل البيض على سبيل المثال، ما فيني اكل 15 بيضه، ممكن مشي 6 بيضه 7 مثلا، بس بعوضه بشيء ثاني مثلا، في مصدر ثاني للبروتين، طبعا في دجاج، في لحم، في مكملات غذائيه فيها بروتين، يعني هي
دكتور شوي خلينا نرجع كوتش أحمد للبطولات. كنا عم نحكي عن سيد الكون وكان لك مشاركات قديمة، كان لك على مستوى حمص وأخذت المستوى الأول بالإضافة لمشاركات أخرى. نحكي عن هدول المشاركات، عن التكريمات أو الجوائز الميداليات. هلا أنا بلشت اللعب طبعا من 97، كنت وقتها سنة أولى جامعة طبعا بشكل بالحارة طبعا أنه يعني شباب عم نلعب رياضة هيك. كملت بشكل طبيعي طبعا، ولا شيء اسمه هرمون ولا شيء اسمه مكملات. لحد عام 2000 شاركت البطولة بحمص، أخذت أول. طبعا ما عندي أي فكرة كنت عن نظام الدايت، عن نظام كانت الشالة هاي المسابقة، كانت الشالة لتبني هذا الحلم. وما كان في أي موجه إلي، يعني دائما أي شخص بده يوصل للمسرح لازم يكون في حدا فوقه عم يجهزه، صحيح، عنده معرفة، عنده دراية بالتحضير. أخذت أول، شاركت بعدها ببطولة الجمهورية نفس السنة بالعام 2000، أخذت رابع، بعدها سيد شاطئ أخذت سادس. وقفت الرياضة بال 2002 تماما لحد 2014، آخر 2014 رجعت على الرياضة. بسنة 2015 كمان رجعت لتحضير بطولات طبعا مع حضمة. هي كانت البداية يعني. الحمد لله توفقت في هاي السنة، أخذت أول جمهورية درجة ثانية، ثالث الجمهورية درجة ثالثة، وثالث في سيد الشاطئ بنفس السنة. السنة اللي بعدها أخذت أول بجمهورية درجة أولى بسنة 16، وجمهورية وسيد الشاطئ كمان المركز الأول. بال 2017 شاركنا كنت ببعثة منتخب على الجزائر بطولة المتوسط، كانت هي أول بطولة خارجية بشارك فيها. طبعا خلال فترة قصيرة تعتبر، يعني أنت أنا فايت موضوع البطولات من سنة 2015، يعني وصلت بالمنتخب، فهذا كان إنجاز يعني كان بالنسبة لي. وشاركت أخذت مركز خامس ببطولة المتوسط هاي بال 2017. بال 2018 دائما البطل بس يشوف في تطور بجسمه كل سنة، فبيحفزه هذا الشيء. فهذا الشيء مثل السوسي بنسميه نحن عند اللاعب، بده يضل يلا خلاص يلا. ايه تماما، ايه بتصير هاجس يعني. بال 2018 طلعنا على البحرين بطولة غرب آسيا، شاركت بوزن زائد 100، أخذت ذهبية. والحمد لله الله كرمنا فيها، يعني وفعنا علم سوريا بالبحرين. الحمد لله. بال 2019 باشرنا التجهيز لبطولة آسيا وبطولة العالم، صار شوية ظروف منعتنا من التحضير ووقفنا وقتها، اجت فترة كورونا والأزمة يعني. وبعد سافرت واجيت وصار في إصابة، فهي وقفتنا هي الفترة، بس الحمد لله رجعنا، ورجعة كانت الحمد لله قوية يعني. طيب. ان شاء الله منورتكم ان شاء الله. دكتور قبل ما نروح نشوف كليب لحضرتك، صراحه اليوم ميولك طبي او رياضي؟ رياضي. واضح رياضي. لا تمام. كل المرضى صاروا يعدوا للالف قبل ما يفوتوا على العياده. ايه هلا بيني وبينك يعني موضوع المرضى، في بيجيني ناس مثلا بحولهم لاصدقاء الي مراكز. هي هيك هيك العياده السنيه لها فوبيا عند الاشخاص. تماما يعني انا لما بدي اروح لعند طبيب او اي شخص بيحسب حساب الموضوع، فما بالك بس يشوف ما هو دائما لما نروح لعند دكتور اسنان بنقول انه جربته ايده خفيفه، فانت يعني ما شاء الله عليك كافي نقول للامانه ما في داعي للتجربه للامانه. لا موضوع الشغل ايدي خفيفه. خلينا نحكي هيك بموضوع شوي يعني مختلف. بعد 25 عام بعالم الرياضه، دائما بنحكي بسوريا عن صناعه نجم، صناعه فنان، اليوم في عندنا صناعه نجم رياضي بسوريا؟ للاسف لا. بس يلمع نجم اي رياضه بتحسي ما يعني عندنا احنا في شيء كثير نفتقده، موضوع السبونسرات او الرعايه لاي رياضه، وخاصه بالالعاب الفرديه اللي نحن دائما يعني متميزين فيها رياضيا، بس بالدعم متراجعين تماما. عرفتي كيف؟ هذا اللي بنفتقده، خاصه لعبتنا لعبه مكلفه جدا بالنسبه للاكل والمواد والمكملات وحتى ظروف السفر. لذلك الاتحاد الرياضي يعني مشكورا عم يقدم اللي فيه عليه. عرفت كيف؟ اما انه الموضوع صناعه نجم بدها شركات داعمه وبدها دعمه كثير، مع انه نحن كثير عم نشوف اليوم في بطولات فرديه، الرياضي السوري اليوم قدر يثبت حاله بكثير محافل، ولكن عم تكون اجتهادات شخصيه، يعني عم يكون رياضي ومدربه فقط. تمام. شغل او مبادرات ذاتيه. الدعم المادي اللي عم يجي عم بيكون كثير قليل، احيانا بيكون من اشخاص مؤمنين بهذا الشخص، عندهم
محبه لهي الرياضه، بيحبوا انه يشوفوا هذا الشخص مثلا متميز، ممكن يقدموا له شويه دعم. بس انه شيء خاص مثلا مثل بلاد بيضاء او بعض الدول بصير فيه مثلا على سبيل المثال، يعني اهم شغله مثلا انا عم مثل سوريا بمحافل الخارجيه، ممكن جيب ذهب، ممكن جيب نتائج كثير مميزه. موضوع الاكل، طيب في كثير محلات او مطاعم دايت مثلا، ليش مثلا ما يكونوا في عقد بينه وبين هذا البطل اولا تسويق الاكل اللي عندهم ودعم هذا البطل لهذا الشيء؟ هذا الشيء بنشوفه كثير بدول الخليج يعني. او الدول الاوروبيه. موضوع المكملات، صح ما عندنا شركات خاصه للمكملات، بس في كثير ناس بيجيبوا مكملات وبيستوردوا بطريقه معينه فيهم يدعموا هذا الشخص، بس عندنا هي الثقافه ما أنا موجوده، بيقول لك شو بدي استفيد، شو بدي اصرف عليه صراحه يعني. وسمعانا من كثير اشخاص، لذلك هذا الشيء عم يخلينا شوي متراجعين، تبرد الهمه شوي. تماما، يعني مثلا بعض الابطال الخارجيين العراقيين او شيء مفتوحه لهم، لكن الاكل هو الاكل الاساس، نحن 70% من الاكل. نحن عم صناعه بطل، هذا المفروض اليوم يكون في امكانيات كثير مفتوحه قدامه. ما للاسف، للاسف ما في شيء، يعني حتى موضوع بحكيها وعذرا من اللي بده يزعل او لا، موضوع السفر كان حسابنا. موضوع السفر حتى على البطوله كان حسابنا بشكل كامل. عرفت كيف؟ هلا شو ظروفهم شو امكانياتهم ما بعرف، بس كمان هذا عبء، عبء كثير كبير. يعني هلا انا عم جهز لبطوله بدبي وبالفجيره يعني بالامارات، يعني كمان فيها تكلفه كبيره، يعني راح تكون بالنسبه للسفر، بالنسبه لتكلفه الطياره نفقه ذاتيه راح تكون. تماما. نتمنى اليوم صوتك يوصل عن طريق الإخبارية ويكون لكم كل هذا الدعم. اليوم نحن فخورين بحضرتك وبكل بطل سوري اليوم عم يقدر يقدم رغم كل الإمكانيات الضعيفة ورغم كل الشيء اللي عم بنعيشه. دكتور هيك سريعا، اليوم قدي حلو المنافسة الإيجابية الغيرة. أكيد أكيد طبعا، نحن بنغارن بعض بلعبتنا ونحاول نطور لحتى نسعى يعني حتى إيجابي؟ إيه طبعا بشكل إيجابي. أكيد هلأ في ناس شوي عندها بيكون حسد حقد كذا، بتصير يعني بأي مجال، إن كان مجال رياضة، إعلام، أي شيء، بس الحمد لله نحن يعني مترفعين عن هالشيء، كبرنا الأصل. كبرنا، ملينا. إيه يعني خلاص صار بالعكس، الشخص اللي قابلك بجيب نتائج بتحسي إنه لازم أنت تطوري حالك لحتى أنت كمان يلمع اسمك وتطوري رياضتك. بتمنى لكم كل التوفيق ونشوف اسمكم دائما عم يمثل سوريا خارجيا. دكتور بدي اتشكر حضورك لليوم، طبيب الاسنان احمد الحسن والكوتش في مجال كمال الاجسام، شرفتنا ونورت صباحنا اليوم. اكيد نورتكم، اهلا وسهلا فيك، واكيد نتمنى لك كل التميز وتحصد الذهب بكل المسابقات القادمه. اهلا وسهلا فيك. اما هلا رشا خلونا ننتقل لمحافظه طرطوس. فرقه فرح صافيته وبتعاون مع قصر الثقافه في صافيته قدمت امسيه موسيقيه وشعريه حملت اسم همسات صفطليه على خشبه المركز الثقافي بالمدينه. التفاصيل ضمن التقرير التالي. فرقه فرح صافيته وبالتعاون مع قصر الثقافة في صافيتا قدمت أمسية موسيقية وشعرية حملت اسم همسات صفطلية على خشبة المركز الثقافي بالمدينة وسط حضور مميز. الفرقة هي ابتدت من 10 سنين، فرقة أطفال، وصلنا إلى هيدا اليوم، قررنا أنه يكون معنا كادر من المحترفين الكبار بالعمر. العمل اليوم هو قصائد صفطلية من ألحاني، فكرت أنه ممكن نحن ننشئ طريق جديد بالمنطقة ونحول صافيتا لمدينة إنتاج فني على جميع الأصعدة، تلحين، قصائد، أداء، توزيع، هارموني. الفرقة قدمت باقة منوعة من القصائد الشعرية من تلحين وأداء هواة الفن من أبناء المدينة. شيء ايجابي وبادره حلوه، وهو هاي الحاجه الحقيقيه اليوم انه نبرز ثقافه الحياه، ثقافه التنوع ان صح التعبير، على امل ورجاء انه تكون هاي مثل ما بقولوا البادره يعني مشجع لبوادر اخرى، ونشوف من هالاجيال الحلوه الجديده عم تنمى على ثقافه الحياه والامل والرجاء والسلام. حلوه حلوه كثير، اهل صافيتا بحبوا الفرح وال طمأنينة وفي الفن، وفي نجوم حلوين كتير وصاعدين، بتمنى لهم التوفيق يا رب. بادرة مهمة للغاية، ولا سيما استثمار المواهب الموجودة في المنطقة وهي كثيرة ومتنوعة.
والاستفادة من النصوص وتلحينها ومن الأصوات المتميزة أيضا وتقديمها للجمهور. شيء كتير حلو وأنا بحب الموسيقى كتير. تراث ينشر عبر الكلمات والموسيقى، وتفوح منه همسات في أرجاء المكان لتعزف على أوتار القلوب وتأخذ السامعين إلى عالم النقاء والمتعة. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. خلونا نروح إلى حما، وتكريما لإبداعاته أطلقت وزارة الثقافة فعاليات الدورة الأولى لمهرجان ممدوح حدوان الثقافي في بلدة قيرون بمصياف مسقط رأس الأديب. خلونا نتابع. تكريما لإبداعاته أطلقت وزارة الثقافة فعاليات الدورة الأولى لمهرجان ممدوح عدوان الثقافي في بلدة قيرون بريف مصياف مسقط رأس الأديب. آثرت أن تكون الفعاليات متنوعة بتنوع ثقافة ممدوح عدوان، يعني المسرح حاضر من خلال مسرحيتين ستقدمان خلال هذا المهرجان، أيضا هناك فرقة موسيقية وأداء فني موسيقي طربي من وحي ومن أشعار ممدوح عدوان، أيضا هناك محطات ندوات فكرية ومحاضرات الحديث عن الحضور الكبير للأستاذ ممدوح عدوان الراحل الكبير. أن تقول الراحل ممدوح عدوان يعني أن تقول مجموعة ثقافية في واحد، سواء قلت شاعرا فهو من الشعراء الفطاحل، سواء قلت مترجما أم كاتبا. وأقف قليلا عند المسرحي ممدوح عدوان صاحب هذا الجمال. ممدوح عدوان ما كان مجرد عم بالنسبة لنا، ولا كان مجرد قريب أو شخص من العائلة، يعني هو كان مصدر إلهام كبير إلي ولأخواتي ولأولاد عمي ولكل العائلة، يعني ألهمنا لحتى نقدم أفضل ما فينا، لحتى يضل عنا وجدان، يضل عنا ضمير، لحتى نضل فينا نقدم شيء كويس لهالبلد ولعائلاتنا ومجتمعنا، يعني اللي هي نفسه وطننا. الافتتاح تضمن كلمات تناولت جوانبا من الحياة الإبداعية للأديب الراحل، والتي جعلت منه قامة بارزة في ميادين الفكر، كما قدم شهادة تكريم لأسرة الكاتب، وأعلن عن جائزة الأديب ممدوح عدوان التي أطلقتها وزارة الثقافة لهذا العام. ممدوح كان شريك تجربتي، يعني شريك عمري، كل عمري بالمسرح بسوريا كان ممدوح إلى جانبي كشريك من خلال كتابته. أنا كنت يعني بشتغل النصوص اللي بيكتبها، إن كان على مستوى المونودراما أو على مستوى العروض الكبيرة، النصوص الكبيرة اللي كنا نقدمها بالمسرح الفلسطيني، بالمسرح القومي، بمسرح العمال. قدمت أغنية ملحنة اسمها الأهل في مصياف لإلو على لحن يا لورو حبك. وأدت الفنانة زهراء قصاب وفرقتها الموسيقية بقيادة الفنان مازن قصاب أغاني من كلمات الأديب عدوان وتنويعات طربية وسط حضور رسمي وشعبي. علي شحود، الإخبارية السورية، حما. ورشا، وصلنا لمساحتنا الأخيرة من مساحات صباحنا غير، رح نكون فيها بعالم الحرف اليدوية والتراثية اللي دائما متعودين أكيد نستضيف أهم الحرفيين. رح تكون مساحتنا اليوم مع القش. بالإضافة لهلأ اليوم ضيفنا متعدد المواهب، ولكن اليوم ما حبينا نطلع بكل القصص، اليوم اكتفينا بموضوع القش وعرض بعض المنتجات. أستاذ علي بدي رحب فيك. علي عجيب، أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك فنان تشكيلي وحرفي يدوي تراثي، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيكم يا رب. شكرا. أهلا وسهلا. اليوم هيك نحن بدنا ندردش شوي ونشتغل شوي، فاليوم كنا متفقين أنه نحن حنطلع بهيك لوحة صغيرة صباحنا غير. طيب خلينا هيك نبلش فيها ونحكي ندردش نحن وانت عن صناعة القش وعن الصعوبات وهيك قصص. بالنسبة لهي فن التشكيل من القش غير صناعة القش. صناعة القش يمكن بيفهموا الناس انه هي صناعة اطباق واواني للمطبخ اللي كانوا يصنعوها جدودنا وجداتنا من زمان. هلا نحن هون شيء مغاير تماما. نحن تشكيل من القش يعني هو تشكيل نماذج شخصيات، خط عربي، شو اسمه،
يعني لوحات مختلفة من القش اللي هو طبيعة كله من الطبيعة نحن جايبينه. يمكن له أكثر من مصدر اليوم القش، إن كان قمح إن كان أي طبعاً. هلا فينا القش ممكن القمح من الشوفان اللي هو افضل شيء يعني شوفان او سمبلي هو نفسه هذا نحن بنجيبه من الطبيعه من ما كان موجود يعني موجود ومجاني كانه رطب شوي بده لازم يكون منقوع بالمي لحتى نسهل التعامل معه. هلا اليوم نحن بالامكانيات الموجوده شو فينا نشتغل اليوم على الطاوله؟ هلا نحن بدي بس طبق قدامكم انه كيف نحن مثلا بنبلش بالقشه اللي نحن بنجيبها بنقصها؟ ايه بنفتحها هيك بالطول. حلو. طبعا بتكون رطبه اكيد. ليش اليوم بتروحوا لفتحه يعني؟ رح افرجيك بس بعد هيك المكواي. تفضل. تفضل. كمان مكواي بتستخدموها. هلا اليوم نحن حبينا نحط كل العده يعني. هلا بوسط المكواي ضروري جدا يعني لازم ما بدها تكون شغاله ولا بتمشي أي. يعني نحن اليوم بالامكانيات عم نشتغل ضمن الامكانيات الموجوده بالطريقه هاي. طيب انا حافتح لك الثاني هي هالطريقه هاي بتحول القشه لصفيحه. حلو. نحن ما فينا هيك بالايدين صفيحه؟ لا ما بتصير بالايدين يعني بتصير صفيحه مثل هاي. حلو. هلا نحن بعد الكوي صارت هيك صح؟ طيب. يعني صفيحة نحن عن طريق على ورق الكالك أو ورق الزبدة بنكون راسمين يمكن الشكل اللي بدنا بنكون راسمين نصنعه الشكل اللي بدنا اياه. مثلا هي أنا مجهزها صباحنا خير قلم رصاص نظامي ورق زبدة وطباعة بعدها هي بالنسبة للخط العربي. طبعا في شغلات أعقد وفي شغلات بدها أكثر وقت بس نحن الشغلة هي هلا المادة اللي عم نستخدمها هي لاصقة صمغ ما لاصق غري لاصق خشب بالطريقة هاي. قديش صار لك أستاذ علي اليوم بحرفة تشكيل القش؟ كم سنة تقريبا؟ أو بالنسبة للقش يعني أكثر من 10 سنين أو أكثر يعني 12-13 سنة. بلشت بمحاولات ولا يعني شفت شيء وبلشت تطبقه حضرتك؟ تقريبا أنا طورت تطوير يعني يعني أنا شفت الموضوع صناعة الأطباق وصناعة الأواني الهاي كيف بيرطبوا بينقعوا القش بالمي لحتى يسهل التعامل معه. فانا اكتشفت انه بقدر اعمل منه هالصفيحه هي لما افتحه على طوله للقش. بس افتحه على طوله بصير بيعطي هالشكل الحلو. ساعتك انا وتشتغل شيء هلا هي لها جدله معينه ولا بس تلزيق فوق؟ لا بس تلزيق على شكل طبق يعني على شكل طبق. رح نستعرض كمان شوي من شغل حضرتك اليوم. طبعا قدرنا نشكل نماذج من عده انواع من شغلي لحتى يكون في غنى بالموضوع. بالساعة هون دامج القش وكمان في كأنه حبال صح؟ ايه طبعا يعني. ايه في كتير إلى مجال كتير ما يستأنه إلى مجال كتير يعني بصناعتها بالطريقة هاي تقريبا بالطريقة هاي. صف القش جنب بعضه قدام جنب على الرسمه اللي نحن راسمينها مسبقا عم ناخذه بشكل طولي القش صح؟ كمان هون في مجسم شكلته للجندي المجهول. قديش بياخذ وقت اليوم بعد هي 10 سنوات من الخبره قديش بتاخذ معك وقت؟ هاي القطعه اخذت اكثر من 10 ايام اخذت وقت. اي طبعا كمان رح نستعرض تقريبا للشهداء ولا الجيش العربي السوري. طبعا ممكن نستغرب اليوم اي حدا عم يشوفنا انه قطعه مثل الجندي المجهول انه تاخذ 10 ايام يعني تاخذ شغل كثير. ايه فيها تفاصيل لانه في تفاصيل طبعا هي فيها بقلبها يعني خشب وبستعمل خشب والكرتون بالاضافه الى تلبيس بالقش لحتى تطلع معنا القطعه هيك تمام. في لوحات كمان عم بتكون عم تدمج فيها عناصر من الطبيعه النباتات هي فن ثاني كمان يعني كمان للطبيعه. نحن كل شيء بمثل الطبيعه مريح نفسيا وفي حنيه يعني
هلا اليوم مثل ما حكينا اول شيء بالمقدمه انه نحن الاستاذ علي اليوم عنده مواهب متعدده، فاليوم نحن اكتفينا بموضوع القش وموضوع النباتات. هي نباتات يابسه ثمار شجر يعني كمان حولها انسان وراح يعني فينا نقول اعاده تدوير اليوم اعاده تدوير تمام. طبعا هو الغايه الاساسيه يعني لفت نظر الجيل الجديد او الاجيال الجديده لاهميه هالشغلات الطبيعيه اللي نحن بنشوفوها بجوز بالارض ما حدا بينتبه لها، بس بيعرفوا انه هي فينا نعمل منها شغلات كثير حلوه. هلا اليوم نحن تطور وسوشيال ميديا والناس يعني دائما رحنا بعصر السرعه على طول، اليوم في ناس بعدها بهذا المجال، في اليوم طلاب عم حضرتك كوتش ايضا يعني تدريبي ف حساعدك انا حتى هون عم نشوف كمان نموذج ثاني عم تدمج الخط العربي خط العربي اي مع فيك تكملي اذا بتحبي فيني كملة لا بس نحن من طبعا هلا في كثير لوحات ايات كامله انا عامل بس يعني هدول نماذج بس مبسطه اليوم صرت بتشتغل على الطلب يعني بيجي حدا حابب يعمل يشكل رسمه معينه او يكتب كتابه معينه بتنفذ له اياها اكثر شيء مطلوب اسماء يعني اسماء الكابل العروسين خطيبين مثلا هديه هيك عم يلجأوا لهيك شيء يعني بيلجأوا لهيك شيء يعني شغله مميزه وجديده يعني ما في حدا بيشتغلها يعني معظم عم تعلمها لحدا يعني هلا علمت هلا ما في هلا ما حدا عم يتعلم هلا بس علمت من قبل كثير اطفال يعني كان في مجموعه كامله كبيره كانوا يتعلموا وعجبوا كثير بالشغل هاي عندك تلميذه على الهواء فورا رشا شايف بس يعني قصه ظريف هلا شوي طلعنا برا الخط بس ولكن ما لزقت معي اخر وحده في عشان الوقت ما يستاهل الشغل انه يعني قدرتنا على التصليح ايمت ما كان بدك هو استاذ طبعا اجباري من المكوايه هون كمان حلوة برواز صورة هي أنا عندي منها بالبيت بستخدمها بحط فيها صور يعني عندي واحدة يعني واحدة في مجالات متعددة يعني كثير شغلات فينا نحن نعملها خلينا نعرضها على هلا شوي الكاميرا عم تاخذ صباحنا غير هلا بعد هي الفكرة شو بدنا نساوي؟ نقص بدنا نتركها لحتى تنشف لحتى نكويها لحتى تنشف بعدين بنقص على الخط اللي نحن راسمينه تمام ايه. نحن بنقدر نعلق الكلمات يمكن بشيء يعني بدنا نحطها على لوحه على خلفيه نحن بنختار اللي بدنا اياها انا جايب معي خشب يحط على خشب طيب نحن هي جاهزه هلا نحن عاملين يعني في شيء جاهز نستخدم هذا الورق نستخدم هذا الورق لانه بس نحن نكتب عليه بصير يبين من ورا مشان نقدر نقصه خلينا استاذ مشان الوقت تبع الخشب شو نحن بدنا نحط هون على الخشب كمان غري؟ اي طبعا اي اليوم هي قطعة الخشب كثير عم شوف على النت عم بدي شكله منها طاولات كبيره ايه كثير وكثير غالي على فكره يعني انا شو يعني اغلى يعني. اغلى من الشغلات ال يعني ليش غالي حقه معه صعوبتها صعوبه الحصول عليها وصعوبه شغلها اصعب من المواد الصناعيه واصعب من الشغلات الجاهزه صرنا نشوف صور عليها فيروز او انت اذا بتحبي اليوم الرسامين عم يرسموا صوره البورتري الوجه عليها انا عامل كثير منهم هذول طيب استاذ اليوم في افكار كثير ممكن تكون من مواقع التواصل او ممكن تكون شخصيه اليوم كيف بتستوحي هي الافكار لحتى تقدم شيء يكون ملفت للنظر بنفس الوقت طبعا السوشيال ميديا كثير للي بيستخدمها صح بتقدم كثير خدمه للفنانين اللي بيحبوا هيك شيء يشتغلوا هيك شيء انا كثير بطلع على هيك شغلات على مواقع التواصل الاجتماعي وبتابع الفنانين من كل انحاء العالم وبتواصل معهم وباخذ منهم افكار وبياخذوا مني افكار حلو هذا تبادل الافكار اللي عم تفتح لنا اياه مواقع التواصل الاجتماعي يعني هي بدنا نقول حسنه من حسنات السوشيال ميديا انه هالتواصل بين قربت المسافات اليوم قربت الافكار هلا نحن حنحط لها هون لاصق ما بده وقت لينشف او لا لا دغري بينشف بس كوينات دغري بينشف هلا نحن ما فينا نكوي شو بنساوي؟ بنكوي عم بارد اوكي استاذ علي خلينا نحكي عن تصريف المنتجات سوق تصريف المنتجات اليوم عم يكون في اقبال عم كمان تلجا للسوشيال ميديا اليوم لحتى تعرض هاي المنتجات يعني في منتجات متنوعه اليوم كيف عم تقدر تتواصل مع الناس عم تشارك بمعارض
طبعا انا شاركت بمعارض كثير بالمراكز الثقافيه السوريه ومركز الثقافه العراقي ومعرض دمشق الدولي طبعا مع الشكر لاتحاد الحرفيين هن الوحيدين اللي دعمونا بالاضافه ل اداره او مديريه ثقافه دمشق كمان هي اللي دعمتنا وعم نعرض منتجاتنا ويعني بس يعني الحركه قليله كثير هالفتره مصدر تسويقي اليوم يعني فيك اليوم الحرفيين عم يقدروا انه يعيشوا من وراء هاي المهنه بصراحه أكيد لا ما في هذا الدعم اللي ممكن انه يخليك اليوم انت تكتفي بمهنتك لا اكيد لا طيب انت اليوم لشو بحاجه يعني بحاجه لتسويق على مستوى سياحه يعني ايام معرض دمشق الدولي يعني احيانا تقريبا خلص المعرض وما ما استفدنا شيء او ما تقولي ما بعنا شيء وقتها ايامها يعني نادر قليل كثير الطلب اذا ما في يمكن بدكم عمليه سواح. تسويق اكثر او سوق اكثر للتصريح احنا ما ضل معنا وقت كثير لانه طيب بالنسبه ل خلينا نرجع نشرح نحن هلا وين صرنا باي مرحله هلا عم نقص انا بشرح كتابه الحروف وقصها اخر شيء هي ممكن تندهن بماده لتحافظ عليها لتعطيها رونق اخر شيء اكيد لازم حمايتها بماده اللاكر تعطيها كثير بعرف عملت شيء غلط انا هيك انت معك صلاحيه انا معي انا نصحتها بشكل هيك عم نلزق اليوم صباحنا صباحكم غير بنلحق صباحنا بس غير يمكن بدها كفيها وغير لا وغير خلص بتفوني علينا نرمين هلا هي بدها قديش بالك طويل يعني انا بكون بدالك كبيتها من زمان هي ناحيه مهمه كثير بالسؤال كثير مهم انه طبعا الفن كله بده طول بال وبده يعني بده صبر صبر بس عم يشتغل بمتعه هو أكتر. هسه يعني كثير بيقولوا لي انا خصوصا انا لما بكون عم بفتح القش لساتني بيقولوا لي قديش بالك طويل لانه طبعا كل شيء بده طول بال بتقضي وقتك بالبيت مع العيله ولا مع القش والهدول القصاص هيك وهيك يعني اكيد كركبت القش و يعني ايه المدام كيف وضع اليوم بهالكركبه يمكن اكيد دائما الفنان بيكون له غرفه لحاله او ركن خاص بالبيت طبعا انا عامل مرسم لحالي خاص يلا هلا عم نشتغل بشكل تقريبي شو ضل عندنا حرف الياء وينه هلا للاشخاص اللي بحبوا يتعلموا ما رح نقول صناعه القش انت ميزتها صنعه تشكيل القش اليوم وين ممكن يقدروا يتعلموها في اماكن معينه وين النقطه مثلا ما بظن في حاضنات الثقافيه عم تدربها ما بظن في مراكز لتعليم هي الشغله هاي مع انه وعدنا اكثر من مره انه نعمل مركز لتعليم هالمهن هاي فضل هاي اوكي بس ضعف التسويق يعني هو اكثر شيء حابين اليوم نعرض اغلب القطع الاخيره يعني الشكل النهائي لهيك ايوه هاي شغلي وقت شو وقت كيف لقيت شغل رشا؟ قديش بتعطيها من 10؟ 9.5 9.5 ناخذها؟ هلا ليك النقطة عم نحطها طبعا بدي الفت نظر انه الاستعمال المشارط الطبيه الدقيقه يعني كانه عم نعمل نحن هلا ضل يمكن اخر عملية. مرحله هي بس دهنا باللكر صح؟ ايه هلا هي هون طيب خلينا هيك هذا الشكل النهائي اليوم للقطعه طبعا بعد الكوي يعني الحمايه باللكر بتطلع احلى كثير استاذ علي كثير شكرا اليوم لحضورك ولهالقطعه الحلوه يعني وقتنا خلص بسرعه بده طول بال وبده وقت طويل بحلقات ثانيه حنشتغل شيء ثاني اذا الله راد إن شاء الله. بدي اتشكرك واتمنى لك كل الخير شكرا لحضرتك شكرا لكم شكرا لاخباريك شكرا لوجودك معنا اهلا وسهلا فيك اما هلا رشا بدي اتمنى لك باقي نهار ظريف لك ولعائلتك ولكل مشاهدي الاخباريه السوريه بقيه نهار تحملكم كل الاشياء اللي بتحبوها وكل تفاصيل الخير والسعاده والبحبوحه والسوري وين ما كانوا يكونوا بألف ألف خير شكرا يا نيرمين وشكرا لكل حدا رافقنا بصباحنا اليوم الكادر الفني يسعد صباحكم لاقونا بكرة 9:30 صباحا بإكيب جديد وضيوف جداد ومن وقتها لوقتها من هلأ لوقتها كونوا بخير باي 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 باي